أعزائي المشاهدين، أعزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني رمضان في الحب. في رمضان كنعيشوا أجواء جميلة مع الأحباب قبل الأذان، نسولوا ناس كيف كدوز رمضان، واش هاني مرتاح وفرحان. في رمضان في الحومة، ورمضان في الحومة، ورمضان في الحومة. وكتستمر الجولة ديالنا في أحياء مدينة طنجة خلال شهر رمضان المبارك الكريم، والحومة اللي غنزورو اليوم هي الحومة بنادم كون كان كيتباع نبيعو. الله العادي ما خايت جبال. العام اللي فات ما عيشناش هذيك ما تحسبوش 2020. واي الديور كنتينا كتعرفوا خسر القشوع وكذا. كنت كتخسر القشوع. الله يا اخي. عجلنا صبنا منا وكذا. ليبا الدراري. ليبا الدراري دو مصلى. انا ولد مصلى وقلت راه هنايا في مصلى. كيفاش كانوا الاجواء شحال هذه رمضان؟ يعني كنت باقي صغارين. كنا صغارين هنايا كبرنا الحمد لله. نهار الاول في رمضان كتبيعو وتشري نهار ثاني عاود كتبيعو وتشري حتى الامور ماشي. هاد رمضان هذا تعداو علينا قهرونا حنا تينا كتعرف بيع وشرى الحوايج كنبيعو بالليل. اما في النهار ما كاين لا بيع وشرى لا والو. الصراحه هاد الحكومه قسما بالله لا تعدات على الدرويش. سيد المرام 50 درهم العائله زيد 5000 فرنك. اكشن نعم اخي عبد العزيز. كيفاش كدوز اجواء الرمضان في راس الصاله؟ كندوزوها بخير مع الدراري ناشطين، واخا مره كتشمخ بالطروش والروكيس. الدنيا هاني داكشي جايز. رسم الصلاة باش عندكم معروفه بزاف؟ معروفه بحوايج دنسا. عدنسا عدنسا الرجال ما كيشريوش العيد العيد الربيع اخي. العيد العيد الرجال كيشريو كيشريو في شارع مكسيك ولا سيرفانتي. كيشريو خير في هذا يوم دخل كيلبس الصباط وسبردينا في ما تقطعنيش تنسالي. شما شو قلت اخوتي كانت مصلى واعره بالتجاره ديالها بالحلاوه ديالها باللعب ديالها بالكره ديالها. جات كورونا قلبتنا كل شيء، ما بقات لا بيع وشرى، ما بقات حلاوه رمضان، ما بقات حلاوه الصلاه، ما بقات كوره، ما بقات كوبا، ما بقى والو. شنو بقات؟ الرحمه الله وشي بركه. اذا باقي شي ولاد الناس كيتعاملوا مع اخوتهم مسلم تبارك الله. جوج جويجات جويجات عندي 7 سنين وعندي واحد فامو عمي. راك شاري لهم حوايج للعيد بسم الله. عاد حافظ الزموري الله يرحم والدك بسم الله. ها واحد خلينا لك كثر خير ان شاء الله. قلنا لباقي الناس قلنا للناس خاتو الزوري كيفاش كنتو كتستقبلوا رمضان في شحال هذه في الوقت ديالكم؟ كنا كنستقبلوا يعني بواحد الفرحه وواحد السرور فهمتيني. يعني رمضان نجيب بالرحمه والمودة وبنادم كيصدق وبنادم كيعطف على بعضه وديك الشيء الشباكيه وديك الشيء الشباكيه والثمار والصفوف والبريوات وكل شيء فهمتيني. كنوجدوهم عليه بكري. تينا شنو كتعدى لخات الزهر؟ انا كنعدى كل شيء خبز مقدار رغايف بريوات هادي لا هادي كنجيبو فرن رزيزان شي حاجه. يا سلام ياك كل شيء الملاح خبز مقلا كل شيء كنعدل خبز التعمير هادشي اللي كتشوف دابا تسالات لي السبعه. اللي بغى شي حاجه يجي عند خالتو الزهره في مصلى. مرحبا بكم. ياك تعامل معاهم يا اجواء رمضان الحمد لله ما تيش عندنا رخيصه في السوق بطل بزاف كما مفتوحه. البطاطا هي رخيصه بزاف اما تشوي كيوي واناناس ما تصدرش عليهم كاين شي مقدار شي حاجه فهمت يا شني كنبغي نقول لك الحقيقه الواقع اللي هو مور بان خاي ما تيش غاليه كوا وشوا صحيح تفاوض ليه بيدي شاه بطاطا ما تقدرش تنزل ليها يدك الخيط تما صحيح والله العظيم. ومع ذلك تي اليوم شحال ما شتيها؟ صافي لونتون ما لا يقل على 5 سنين زعما نقول لك. مسكينه عملت شغله ولا بيت ولا شيء
كيفاش كدوز الاجواء تينا هنا في بيع وشراء؟ انا بيع وشراء على حمر عينك عينو فيك حنين، خليها تيقوز بخير ولا خير وانتينا مزيان، ولا عطيتو سناطاح بان كلشي يجي على برا في الزرقاء، ما كاينش حاجه تبقى مزيان في غير ما يكون. تبدلت شي حاجه في بيع وشراء ولا والو؟ التبدل بان راه كاين شي بركه، الانسان خصو يقنع وسهل، ملي كنقنعك كيكون كلشي موجود، الانسان ما خصوش يكون بان عنده شويه الرحمه في الفقه ديالو على حسب اللي كاين. هذا اللي كاين. كتهلا في الناس الزيتونه ولا والله ما كنلوفو ما يكون على راحتي، هذه هي اللي كاين. مبني على اللوفو. شحال من واحد كنقول له يا اخي اسمع لي شنو عملتي لي تما؟ كنقول له الميزان ديالك هو هذا، كنقول له عاود لي، ما كنمشي عاود كتجبر بان 25 غرام زياده مسائل، كنقول له بالصحه والراحه، كيبقى يشوف بعينه. هذا اللي كاين. باز زيدي عتعاود لي الاجواء دراس المصلى كيفاش كانت شحال هذه في الوقت ديالكم انتم، كيفاش كانت راس المصلى وكيفاش تعذب؟ لا في الوقت ديالنا الحمد لله ما كان لي يدخل رمضان، انا كان دائما كنبيعوا ونشروا، كنشر سلعه في الصباح وكتبقى لها حتى شي حاجه عاود كنجيبوها، وعاود تدخل ديك خمس ايام ديك ست ايام ان شاء الله عاود كيجيب الله التيشيرت، ما كاينش عندك خرجه في الايام ديال العواشر ديال رمضان الليله الاخريه كتبقى عينيك خاويه، ما كنبقى ندو والو، ندو على البركه الفيشات بخير وعلى خير، ما كانت شحال هذه بالحق. ومن دابا وهي كتنقاش دابا البركه الحمد لله وصافي كاين عشرة البركه الله وصافي. شنو كتبيع تينا خالت فاطمه هنايا؟ رغايف، خبز المقله، غرير، خبزه التعمير، زيزه، خبز الفران، كلشي عندنا وكلشي هو باقي في الطابله. هذه كنغزال رمضان ديالنا كنغزال بالنشاط والضحك والبصمه، اليوم والو قعاد بساله وتراب. حقيقة الله هي هذه، والله ولدي ما كاين رمضان كذب عليه، ما بقاش يجود رمضان مرة مرة. عندك 17 درهم 18 درهم 17 ديالك ياك. صلاة كدوز الحمد لله كلشي بخير، بيع وشراء الحمد لله موجود، الراوج موجود، كلشي موجود، كذب عليك شي واحد يقول لك الراوج ما كاينش أولا مصلى فيها شي، الحمد لله هذا العام ما فيها لا دبزة لا روح لا طانة طاحت فيها لا حتى شي حاجة، الحمد لله دازت أمور بخير. أمور تحت السيطرة. كلشي تحت السيطرة والحمد لله كلشي بخير، والله العظيم إلا زعما مصلى ما كاينش في حالة حي ديالي. شنو كتبيع تينا بالضبط؟ كنجيبوا الحاجة حاجة أوفيرتات فهمتيني، تسمى اللي هو عامل لها تحت مثلا 15 درهم حنا كنجيبوها كنقولوا 1000 فرانك، نديو 50 فرانك في البياسة أحسن من اللي نبيعو كثر نربحو قالو كنبيعو كثر فهمتي، او العصير صعب كانوا عندنا عاود دابا تسالنا العصير كي من 7 دراهم كنبيعو ب 5 دراهم كنديو فيها 50 فرانك، يعني الامور ماشيه بخير ولله الحمد. رمضان كما هي يعني الظروف مزيانة. كلشي مزيان الحمد لله، جو رمضاني ودابا قربنا للعيد إن شاء الله. تبارك الله. كاين شي حلويات كاين شي موجودة أنتينا كتشوف. باقي ديك الطويجنات اللي كانوا شحال هذه كيجاو واللويطات. وباقي الحليوات وباقي يعني العادة باقا كما هي. شنو الحاجات تبدلوا؟ أشياء تبدلوا، قبل كان بكري كانوا الناس كاملوا كلشي ديالهم في الدار ديالهم وهذا، غالبا الناس اللي مشغولين وخدامين كيشريوا لأن الوقت ما بقاش يعني. السيدة اللي كانت في الدار قديم كانت مقابلة ولادها والمنزل ديالها كتعمل كل شيء في دارها. ومع نظرا الظروف المرأة خدامة راجل كيخدم، مرأة وكتشري اللي كيقدر يعمل شي حاجة كيعملها، اللي ما كيستطاعش كيشري، كل شيء موجود الحمد لله، الخير موجود. كيفاش ماشي مع الحرارة والصيام؟ احنا دابا ولفنا يعني سنين. شحال دابا تقريبا وانتي لفر؟ هادي قول حنايا 78. تبارك الله. دابا. يعني 78 دابا قلت 43 عام. تبارك الله. وحنا ماشي الحال. الحمد لله. الشباب ديالنا والصغر وهادي كان يقول لنا في هذا المنال. طنجة حسن القويرة مبروك عليكم رمضان اخوتي.
ايوا الله يبعد علينا هذا الوباء. باش مبروكه داخل الوطن خارج الوطن الحباب كاملين. خصنا العزاز العواشر. باش مبروكه من طنجه لكويره. من الكبير للصغير. مساجن اللي مطلق سراحو كاملين الله يخليهم صحتهم ورمضان مبارك. مبروك العواشر رمضان كريم ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا والعافيه وتلينا ربي الصحه ويزول علينا ربي هذا الوباء. الناس دوسيا والناس ديال الايوا والناس ديال العراق والناس ديال الشيشه والناس ديال فلسطين والناس ديال كردستان والناس ديال العالم جنوب افريقيا والناس ديال شمال الغرب جنوب العالم كامل بصفه عام. كنهديكم واحد التحيه من قبل. رمضان مبارك كريم. رمضان كريم مبارك كاملين بكم. الله يعاونهم الله يدخل عليهم الرحمه ويرحم الله يعطيهم الصبر وجميع المسلمين كاملين. مبروك رمضان صوموا وتعاودوا ان شاء الله والله يطول في العمر الجامع. مبروك علينا رمضان والعيد ان شاء الله وعلى الابواب ونتمناو الخير الجامع. في رمضان في الحومه حسن هنايا كنكون وصلنا للنهاية ديال الحلقة. نتلاقاو في فيديو جديد وحومة جديدة. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.